واش نقول لك انا في هذه الاغنيه هذه بالضبط مراس العام، مراس العام زين دابا سمعتها عجبتني بزاف وسمعتها مع محمد مرابط كفكره، من بعد قدمتها لبلال عجبته بزاف وديفلوبيناها وديناها عند رشيد محمد علي وتماك تكملت التوليفه، وسيرتو مع ان بماغنيتود عطاتنا بزاف المجال اننا نخدموا على الراحه ديالنا، لان بصح بماغنيتود كتعتبر واحد الشركه اللي هي عندها افق كبيره وكتحاول ما امكن انها يعني الصعوبات اللي كانوا عند مشاكل الصعوبات اللي كانوا عند ليزارتيست قبل كمغاربه حاولنا اننا نتفاداهم في هذا. نقول لك هي اهم صعوبات هو ان تكون عندك استراتيجي كوريكت، لان تبارك الله بلال ذا شيف يمكن عنده واحد استراتيجي عالميه، لان السيد خدم مع بزاف ليزارتيست اللي هما انترناشونال، وبالاضافه لهادشي هذا هو الصعوبات يمكن كتكون ماديه اكثر، لان حقيقه باش تعمل واحد الكليب في ليفل عالي بحال اللي عملته مع امير الرواني فاكيد مصاريف كبيره. حاول ما امكن اننا نعطيو الماكسيموم ديالنا باش ان شاء الله العمل يكون في المقام ديال المغاربه.